إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير، أحييكم وأرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، قاضي الاستئناف سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله الشيخ سليمان. حياكم الله أبا محمد، وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حييتم وبوركتم جميعا. بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات. من أراد أن يتواصل معنا بطرح سؤاله واستفتائه يمكنه ذلك من خلال القائمة الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من الخارجية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وإيميل البرنامج. معي أروى، تفضلي. تفضلي. هل يجوز لهذا بيع القطط؟ طيب، في سؤال آخر يا أختي. هل يجوز بيع القطط أو شراؤها؟ نعم. خلاص. في سؤال آخر يا أروى؟ لا بس سؤال واحد. شكرا لك. يا أم حسين معي، تفضلي. ألو. تفضلي يا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسابكم الله، عندي أربع أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، ياليت يعطينا الشيخ يعني طريقة القصر والجمع في الصلاة وأنا في السفر، يعني نبذة يعني سهلة ويسيرة. السؤال الثاني، لا أعلم، أنا سمعت هذه المعلومة ولا أعلم يعني مدى صدقها أو ورد فيها شيء. هل المستحاضة تجمع بين الصلاتين؟ نعم. السؤال الثالث، يعني إذا أنا عندي مبلغ بسيط جدا 50 10 من هذه الأشياء من المية وجاي وحال عليها الحول، يعني أنا غنية عن الاستخدام، هل فيها زكاة أو شيء؟ أو يعني هل للي يعني يدور عليه السنة له نصاب معين؟ الرابع، السؤال الرابع، إذا يعني مثلا أنا رجل، يعني رجل قايم على أموال يتامى والرجل هذا فقير وهو يخرج لهم الزكاة على أموالهم، هل هو يأخذ من الزكاة؟ نعم. يعني وإذا هو فقير يعني، أو يأخذ هو ما قدر يعني من فلوسه من غير الزكاة. طيب، شكرا الله لكم. شكرا لك يا محسين. معي نورة من العراق، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا أختي. ذاك اليوم يوم الجمعة سألتك السؤال وافتهمت أنت غلط. أبويا قبل ما توفى تمرض شنسة، يعني هي زوجة ابنه، هي تاركة ودخلت في عالم حمى لمدة شهرين ثلاث. أختي نورة، لو سمحتي يا أختي نورة. نعم. أنت سألتينا في السؤال في الحلقة الماضية ولم نستوعب يبدو السؤال، أليس كذلك؟ نعم. ما السؤال؟ بوضحي صوتك إذا تكرمتي. والدك ماذا به؟ شمتة، هي الدارتها، ويعني مثل ما قلت هي شمتة زوجة ابنه مو ابنه هو. الزملاء تأخذون الصوت، أنا عندي الصوت الأخت نورة غير واضح، يعني إذا أمكن. نعم، تفضل يا أختي نورة مع الزملاء ويزودوني إن شاء الله بسؤالك. أحمد من تونس، تفضل. أحمد من تونس، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. سؤالي يا شيخ، بعد إذنك، هل يجوز التعامل مع التأمين الصحي بالنسبة للموظفين في الدولة؟ الدولة تقطع مبلغ مالي من 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 رواتب الموظفين. نعم. هل يجوز لأي مزد خدمات أن يتعامل مع شركة التأمين اللي تقطع هذه المبالغ من عند الموظفين؟ لكن هذا التأمين هو إلزامي لكم الآن، والدولة تقتطعه مباشرة من رواتبكم. أنا لست موظفا، لكن هناك عقد ما بين شركة التأمين والموظفين تقتطع أوتوماتيكيا مبلغ مالي من الأجور.
فهل يجوز لأي مدي خدمات أو أي شيء يتعامل مع هؤلاء الموظفين في المقابل يأخذ ماله من عن طريق التأمين الصحي؟ أن تسأل الآن عن شخص خارج هذه ليس موظف وخارج التأمين. صح. هو عبارة عن وسيط بين شركة التأمين الصحي والموظف. بين شركة التأمين والمواطن. والموظف. نعم. والموظف ها؟ سؤال ثاني في دفع الضرائب. لكن عفوا ماذا يقدم هو الشريك يعني إذا الدولة تتولى هذا الأمر ماذا يقدم هو هذا الوسيط؟ هو يقدم خدمة لهؤلاء الموظفين وفي المقابل يأخذ أجر الخدمة عن طريق التأمين. واضح الشيخ؟ ما واضح إلا الصورة يا أخوي أبو أحمد، يا ريت توضح لي الصورة حتى تأتي. الدولة تقتطع مبلغ مالي، شركة التأمين الصحي تقتطع مبلغ مالي من طرف أجور من أجور الموظفين. أوكي؟ طيب. مزدي خدمات صحية. نعم. يتعاقد مع شركة التأمين الصحي بموجبه يقدم خدمات للموظفين، وشركة التأمين هي التي تدفع له المستحقات. يعني طيب. طيب أشبه ما يكون بالسمسار لشركة التأمين هو؟ صح. طيب هل يجوز ذلك أو لا؟ وسؤال ثاني بسيط بربي حول الضرائب، هل يجوز دفع الضرائب أم لا؟ هل يجوز ماذا؟ دفع الضرائب أو لا؟ طيب لأنه في الضرائب كثيرة شوي. طيب شكرا أحمد من تونس، بارك شكرا. الله فيك. علي من السعودية تفضل. ألو. تفضل علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا علي. مساء الخير أستاذ أحمد، كيف حالك؟ حياك الله أستاذ. والله أنا أبغى كلمة من الشيخ جزاه الله خير، نصيحة لبعض أولياء الأمور اللي يسمحون لبناتهم أو أبنائهم بتسجيل في دورات غنائية أو في دورات موسيقية في مدينة جدة، ومع التبييع بين الحكم. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيك علي، شكرا. أبو سليمان من السعودية تفضل. أبو سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا أبو سليمان. حياك الله يا شيخ. يا رسالة، تفضل بالسؤال، بارك الله فيك. ألو اسمعني يا شيخ. تفضل طال عمرك. تفضل يا أبو سليمان. أبو سليمان. طيب يا شيخ، الآن إذا صلي على الجنازة بعد العصر. أيوة اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو سليمان، بارك الله فيك. اسمعني يا شيخ. أسمعك بس اسمعني من سماعة الهاتف إذا تكرمت. مقصر. إذا صلي على الجنازة بعد صلاة العصر، السؤال ما هو؟ أي نعم، ثم نقلت الجنازة إلى محافظة تبعد عن الرياض قرابة 100 كيلو. نعم. بعد العصر طبعا الكلام هذا، ثم توجهوا به إلى المقبرة التي تدفن خارج الرياض. نعم. فهل يصلى عليها الآن بحكم أنها الآن وقت نهي، هو يصلي عليها هناك وهي فرض كفاية؟ نعم. فيتنقل هناك ويصلى عليها مرة ثانية في المقبرة، هل يشرع هذا؟ طيب سؤال ثاني الله يحفظك. تفضل طال عمرك. الترديد مع المؤذن، الآن تردد مع المؤذن ثم في نص الأذان يؤذن مسجد آخر ثم تتشابك الأصوات. نعم. هل تكمل مع من جديد يعني مع المؤذن اللي سمعته الآن، أو تنتظر لحد ما يصل إلى ما وصلتها مع المؤذن الأول وتكمل؟ نعم تسمع إجابة، شكرا يا أبو سليمان. في سؤال آخر ثالث يا شيخ. طيب الإيجار مع الشرط، يعني أنا بأجر محل وأشرط عليه إن فرض أنا بأجر لي سكن وأقول غرفة هذه. عفوا يا تعيد السؤال إذا تكرمت. الإيجار مع الشرط. الإيجار مع الشرط؟ أي نعم، هل يجوز؟ كيف يعني صفته؟ يعني عندي فرض شقة أستأجرها. نعم. وأجرها ثم نشرط على المستأجر الغرفة الفلانية. لا أنا يعني لي خاصة أو شيء. تستثني من هذا من هذا من هذه العين غرفة مثل أو منفعة. نعم. معينة. نعم. أي نعم. وهي ملكك الشقة أساسا. أي نعم. لست وسيط ولا شيء.
ولا وكيل. نعم جزاكم الله. شكرا يا أبو سليمان، شكرا للجميع، بارك الله فيكم. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت أروى تسأل عن المتاجرة بالقطط بيعا وشراء. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتدى بهداه، أما بعد، ففي مسألة تداول بيع القطط بيعا وشراء فيه خلاف بين العلماء. قول الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم على أنه جائز مع الكراهة، وهناك قول لبعض الصحابة واختاره بعض العلماء وهو أنه محرم، ومن قال بالجواز استدل بالأصل على جواز البيع وجواز الشراء، ومن قال بالتحريم استدل بحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الهر أو ثمن السنور، والحديث في صحيح مسلم. نعم، لكن جماهير العلماء والأئمة الأربعة الذين رأوا الجواز حملوا هذا الحديث على أن الكراهة أن النهي للتنزيه وليس النهي للتحريم، والمسألة محتملة، وهذا هو قول الأئمة الأربعة في الجواز مع الكراهة، والله تعالى بارك الله فيكم. يختلف البيع والشراء عن القنية والتربية؟ لا يختلف الحقيقة، ما حرم شراؤه حرم بيعه، ما حرم بيعه حرم شراؤه من حيث الأصل طبعا. نعم، لكن أحيانا قد يحرم مثلا عند بعض العلماء مثلا ثمن الكلب أو بيع الكلب، لكن يجوز الإنسان يشتريه للحاجة. نعم، فيجوز لأوصاف خارجة أن يشترى للحاجة، لكن لا يجوز أن يباع. هذا قول بعض العلم، لكن الصحيح أن ما جاز بيعه ما جاز شراؤه جاز بيعه. نعم، مثل الكلاب التي تستخدم ل حراسة، تستخدم للأغراض المهمة مثل الجوانب الأمنية والحراسة والاستشمام للمخدرات والمتفجرات وغيرها، وكذلك أيضا للزرع وللماشية، فهذا الاتخاذ ورد فيه النص، وورد الاستثناء في جواز البيع وأكل الثمن إذا كان مثل هذه الحاجات. حسنها الألباني رحمه الله وضعفها أكثر أهل العلم بعدم صحة الزيادة في قضية البيع والشراء. الاتخاذ هذا صريح وثابت متفق عليه، مجرد الاتخاذ، النزاع في البيع حتى لو كان كلبا معلما لمثل هذه الأغراض. نعم، وفيه نزاع المسألة، والحنفية يرون الجواز، ولعله الأرجح في مسألة بيع الكلاب المعلمة، لأن القيمة هنا هي للتعليم وليست لذات الكلب، والله أعلم. نعم، من يحتج بأبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يعني يقتني؟ هذا خارج النزاع لأنه في الاتخاذ. نعم، أنا ما أعرف الذين حرموا مثل أبي هريرة وبعض التابعين الذين حرموا بيع الهر، لا يمنعون حتى أبو هريرة يرى التحريم، أبو هريرة الذي يتخذها هو يرى التحريم، تحريم البيع، تحريم البيع. نعم، هو ليس تحريم الاتخاذ، فهرة موجودة في الشارع ثم أخذها ورباها وألفت به ومعه، لا يرى في هذا شيئا، فمسألة الاتخاذ هي خارج محل النزاع، الكلام على البيع. نعم، بارك الله فيك. وكما ذكرت مذهب الأئمة الأربعة هو الجواز مع الكراهة عند بعضهم أيضا وليس عند الكل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. محسن تسأل عن تريد طريقة الجمع والقصر في الصلاة بشكل ميسر، يعني تعرف به متى تجمع ومتى تقصر الصلاة وأين تجمع وتقصر الصلاة. نعم، فيما يتعلق في السفر فإن القاعدة كما ذكر الشافعي وغيره وينسبها بعضهم إلى الجمهور أن كل ما جاز فيه القصر جاز فيه الجمع، وهذا الصحيح، خلافا للقول بأن الجمع لا يجوز إلا إذا كان على ظهر سير، يعني كان ماشي والسيارة شغالة أو لم ينزل عفشه ونحو ذلك، هذا معنى على ظهر سير، فيمنعون الجمع في حال النزول إذا كان نازل في مكان يدرك الظهر والعصر أو نازل في مكان يدرك المغرب والعشاء، فإذا كان يدرك الوقت الآخر فإنه لا يجمع على هذا القول، لكن هذا القول ليس هو الراجح، الراجح هو الجواز، ودل على ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى، حديث قصة بلال حين أذن، أظن حديث معاذ أو جابر، حين أذن بالصلاة وصلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في تبوك والمغرب والعشاء، وكان قد ضرب خباءه صلى الله عليه وسلم،
فالصحيح إذن أنه كل ما جاز فيه القصر جاز فيه الجمع، لكن ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل القصر مطلقا في السفر، وفيما يتعلق بالجمع فإن الأفضل هو أن لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير. نعم. لكن لو جمع جائز يرخصة. والفرق بين الأمرين أن القصر يستحب ولو لم يكن محتاجا إليه، والجمع لا يستحب إلا إذا كان محتاجا إليه. نعم. وعلى هذا ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا في الأفضلية. والسفر هو ما عد سفرا عرفا، 80 كيل فما فوق ونحوها، وربما أقل من ذلك إذا كانت أراضي جبلية أو طرق جبلية ووعرة، ربما كان 50 و60 كيل ربما تكون هي من ما يجوز فيه الجمع والقصر. نعم. يعني العبرة هي بالعرف. وأما الجمع في الحضر فإنه يجمع للمشقة الظاهرة، سواء كان هذا لمطر أو لريح شديدة معها برد شديد أو لغبار شديد يدخل في الفم والأنف والعيون ويؤذي إيذاء ظاهرا ويستمر، وليس مثل الرياح السطحية اليسيرة التي تنقشع، فهذا مما يجوز الإنسان أن يجمع فيه والله أعلم. شكر الله لكم. هل المستحاضة تجمع بين الصلاتين فضيلة الشيخ؟ المستحاضة لا تجمع بين الصلاتين، لا تجمع، ولكن لها أن تجمع في ذلك جمعا صوريا، أن تؤخر صلاة الظهر مثلا إلى آخر وقتها. نعم. ثم تصلي الظهر، ثم إذا أذن العصر تصلي العصر، فهنا الجمع في الصورة لكن ليس جمعا على الحقيقة، وكذلك المغرب والعشاء. هذا هو المشروع في حقها، أن لا تجمع الصلاة ولكنها تتوضأ لكل صلاة، والذي يجمع هو من عليه مشقة بسبب ترك الجمع. وهناك تساهل من المرضى في الحقيقة أنهم يجمعون مطلقا. نعم مطلقا. وأرى أنه لو صلى مثلا، هو قد يحتاج على سبيل المثال أحيانا يقول لا يستطيع أن يتوضأ، يا أخي يتيمم، وحرمة الوقت عند أهل العلم أعظم من حرمة الطهارة، فهو أقدس وأعظم ورعته الشريعة بصورة أكبر، فلذلك لا يلجأ إلى الجمع إلا لسبب، مثل أحيانا تطول العملية الجراحية، يكون عند التغسيل شفى الله عز وجل كل مسلم غسيل كلى، ويطول به العهد ولا يستطيع أن يتابع وأن يستحضر الصلاة جيدا، أو أحيانا العملية يكون فيها بنج أحيانا. أما ما عداه فإنه لا يحتاج في غالبه. أما إذا احتاج لأي سبب كما ذكرت، احتاج إلى الجمع، فهنا يجمع ولا حرج عليه. بارك الله فيكم. تقول من عنده 50 ريال أو مجموعة عشرات من الريالات، هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول؟ كان أشكل عليها النصاب، نصاب الزكاة. نعم، نصاب الزكاة ويحسب على الأرجح من أقوال أهل العلم بنصاب الذهب، لأنه هو صاحب القيمة الأعلى، ولأنه هو الأحوط لحظ المزكي، ولتعليلات أخرى ذكرتها في جواب، يعني فيه نوع من الإسهاب في اختيار نصاب الذهب على الفضة. نصاب الذهب تقريبا من 10,000 على حسب سعر الذهب، وصل في فترة من فترات إلى 13,000 14,000 تقريبا. لكن القاعدة أنها تبحث عن الذهب، تسأل عن قيمة الجرام الواحد وتضرب في 85، هذا هو النصاب. نعم. يعني كم قيمة الجرام في السوق من خلال الانترنت والبورصات الحية التي تخبر كل يوم عن القيمة، ففي يوم حوالان الحول تسأل عن القيمة تضرب 85 وتضرب في 85، هنا يخرج النصاب الذي المبلغ يجب عليه. نعم. بارك الله فيكم. تقول رجل قائم على أموال يتامى ويخرج زكاة هذه الأموال، فهل يأخذ من أموالهم علما بأنه رجل فقير، أو يأخذ من أموالهم نتيجة أو أجرة لعمله؟ نعم، يجوز له أن يأخذ من أموالهم أجرة لهم، هذا نعم يجوز، ما لم يكن هناك مثله في الحال يقوم بعملهم مجانا فيصرفهم إليه، ليس من حظهم هذا. نعم. لكن إذا لم يوجد أحد ويكون أبعد ويكون بعيد عنهم أو تكون أمانتها أقل ويخشى عليه وهو يحتاج إلى المال في تفرغ للقيام عليهم، فيأخذ هنا أجرة المثل،
لكن ليس له أن يقدر هذا بنفسه، وإنما يسأل أهل الخبرة نعم عن إدارة هذا المال ورعاية هؤلاء الأيتام كم تقدر، ثم يعمل بها حتى لا يظلمهم. نعم نعم. أما الزكاة فإذا احتاج منها جاز له أن يأخذ منها من غير محاباة لنفسه. فإذا كان عنده مجموعة من الفقراء ووزع عليهم قدر معين وكان هو مساويا لهم في الحاجة، فإنه يأخذ بقدرهم ولا يزيد. يعني مثل إنسان يوزع عليه وعلى غيره، فإذا طاله شيء من نصيبك كان مثل بقية الناس. نعم. فإذا فعل هذا أرجو أن لا بأس عليه، وإذا ترك هذا فهو خير له، بحيث يبحث عن طرق أخرى من طلب الرزق أو الصدقة إن أمكن، ثم الزكاة من غير أموال اليتامى الذين تحت يده. والله شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نورة من العراق تقول بأن والد زوجها توفي رحمه الله تعالى، وكانت بأن والدها توفي رحمه الله، وكانت زوجة أخيها تغسل هذا الوالد، تدخل عليه في الحمام وتنظفه. تقول في نفسي شيء من هذا الدخول على والدي، وهو كما ذكرت ليس محرما لها. بلى، هو والد زوج إيه؟ والد زوجها. نعم، لا يحسن الحقيقة لا بزوجة الابن ولو كانت كان محرما لها، ولا حتى بالبنت وهو محرمية أقوى وأشد. نعم، أن تباشر تغسيل الرجل إلا عند الضرورة والحاجة، بحيث لا يوجد غيره. نعم، هنا تغض بصرها وتتخذ واقيا عند تنظيفه، وتؤجر إن شاء الله على هذا العمل ولا حرج. حتى زوجة الأخ إذا برته واحتاجه إليها، كان يكون الابن مشغول أو لا يستطيع أن يكون موجود في أوقات معينة، فهذه حاجة، ويجوز مع الحاجة أو الضرورة أن تباشر مثل هذه القريبات مثل هذا. لكن الأصل أنهن لا يفعلن، هذا هو الأصل. بارك الله فيكم. هذا هو الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الظاهرة. نعم، بارك الله فيكم. أحمد من تونس يقول بأنه الدولة في التأمين الصحي، الدولة تقتطع مبلغ مالي من الموظفين، وهناك شركة تقدم هذا التأمين، يقول هل يجوز لي أن أعمل وسيطا وسمسارا بين الشركة والموظفين في جلب مثلا مؤمنين جدد أو زبائن جدد؟ التأمين يعني يبدو أنه تجاري. يبدو كما ذكرت. إيه نعم، أنا التأمين التجاري متوقف فيه الحقيقة، ليس عندي فيه جواب. ويبنى جواز السمسرة والعمل والوظيفة في مثل هذه الشركات وكذلك الدخول في عقود التأمين على مسألة الجواز. فلذلك فيما يتعلق بالتأمين وبناء على هذا السؤال أقول لا أدري، الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أو يريد علي نصيحة فضيلتكم لأولياء الأمور في أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم وفي أبنائهم وبناتهم، وأن يرعوهم الرعاية الكاملة، وأن يجنبوهم مواطن الفتن وكذلك المنكرات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وجاء في بقية الحديث والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. المسؤولية عظيمة، سواء كانت تربية ما يتعلق بحفظ دينهم ومحافظتهم على طاعة الله عز وجل وتعويدهم عليه حتى يشبوا على ذلك وقد تشربوه وصاروا من الحريصين عليه بإذن الله عز وجل، أو كان ذلك أيضا يتعلق بالتربية الأخلاقية، أو يتعلق حتى بالتربية في جميع النواحي حتى في التعليم والدراسة وحفظ دنياهم. كل هذه مما يجب على الوالدين أن يرعيانها في أولادهم، هذا هو الواجب، هذا هو، ومن فرط في ذلك فقد فرط في شيء عظيم. والملاحظ في الأسر ظاهر، الولد مثلا الذي لا يربى على القيام لصلاة الفجر تجد أنه يستمر في حياته، تراه اللي أعمارهم الآن 20 سنة و 25 و 30، تجد أن الوالد يخرج من البيت لا يقيم أولاده للصلاة ولا يتابعهم عليها ولا يحفزهم ولا يعاملهم معاملة حسنة طيبة حتى يأسر قلوبهم فيكونون مطيعين له، لا يتخذ لا الأسباب البعيدة ولا المتوسطة ولا القريبة. في النهاية تجد هذا الابن ينشأ على هذه الحال، وتجد أنه لا يرعى الصلاة ولا يحافظ عليها، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فمن أراد لولده أن يكون بارا به وأن يكون مطيعا لله عز وجل
وأن يكون داعيا له بعد موته، فإن أفضل استثمار يفعله الإنسان هو أن يستثمر في أولاده وأن يربيهم التربية الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا في الأجر والمثوبة. أما الإثم فهو عظيم، فهو عظيم جدا لمن أهمل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالإنسان يحصل الأجر العظيم بتربيتهم والأثر الكبير عليه في الدنيا بإذن الله عز وجل برا وصلة، والأثر العظيم بعد موته دعاء وصدقة وتواصلا معه، كل هذا خير عظيم. وبعض الناس يستثمر في بنايات، يستثمر في مشروعات وفي بورصات، ثم في النهاية هذه لا تدر عليه لا في الدنيا ولا في الآخر. أما الدنيا فيكون الابن عاق ويكون ابن مادي، وأما في الآخرة فإنه لا يكون له أثر لولده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم ولد صالح يدعو له. شكر الله لكم. أبو سليمان يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلي على الجنازة مثلا في الرياض ثم نقلت لدفنها في مدينة أخرى تبعد 100 كيلو ووصل بها قبيل صلاة المغرب في وقت النهي، عيد الشيخ، يقول: إذا صلي على الجنازة مثلا في مدينة ثم نقلت لدفنها في مدينة أخرى تبعد 100 كيلو ويعني قبيل المغرب، هل يصلى عليها مرة أخرى في الجنازة، علما بأن يعني الفرضية قد سقطت في صلاة الأولين في المسجد؟ يعني هو لم يصلي، هو من أهل البلدة الأخرى مثلا أو لم يصلي عليها، يعني هي جنازة صلي عليها في الرياض ثم ذهب بها مثلا إلى ثادق. نعم، لكن الذي يسأل الآن هو يسأل عن حكم شرعي، يقول هل إذا وصل، هل هو صلى ولا ما صلى؟ ما ذكر. نعم، إذا كان صلى لا أرى له أن يعيد الصلاة، لأن إذا صلى في الرياض في الرياض أي نعم. لا، هو يقصد أنه الجماعة الموجودين في المدينة الأخرى سيصلون، فيقول ليس لصلاتهم، يعني كان أفهم ليس لصلاتهم موجب ما دام أنه صلي عليها وسقط الفرض. إذن هذا الشق الثاني. نعم، الأول أن من صلى عليه لا أرى له أن يصلي، هل يجوز أن يصلي معهم تبعا لإقامة الجماعة؟ يعني هذا تحتاج تأمل، لا أدري عن الجواب فيها. لكن ما يتعلق بصلاة من لم يصلي فهو مشروع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين مات المرأة التي تقوم المسجد قال: هل لا أذنتموني أخبرتموني عنها؟ فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، علما أنه صلي عليها يعني. نعم، صلي نعم. صلوا عليها، صلى عليها الناس، فهنا من لم يصلي عليها جاز أن يصلي عليها حتى في المقبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى في وقت النهي، وحتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل أبو سليمان عن ترديد مع المؤذن حين يؤذن للصلاة، يقول: نسمع أكثر من مؤذن، فيبدأ الإنسان يردد ثم يصلي يؤذن مسجد آخر، هل يقطع ترديده ويكمل مع هذا، أو ما هو المؤذن الذي يتابع خاصة لمن كان في بيته أو في سوق؟ يعني هو حين بدأ مع الأول، خاصة الإنسان يمشي في السيارة ويمر على حين على مؤذنين أو ثلاثة، ويقع مثل هذا كثيرا للناس. الذي أراه أنه يردد مع الأول ثم يستمر في الترديد، على اعتبار أن الشريعة تنيط أحكامها على غلبة الظن، ويغلب على الظن على أن الأول أنه مستمر في أذانه. نعم، وبعض الأئمة كمالك رحمه الله يرى أنه لا يردد إلا بعد انتهاء الأذان. تمام، فالأمر واسع. نعم، فلو أنه استمر في الترديد مع الأول كأنه يسمعه صح ذلك منه، أو انتظر حتى ينتهي ثم ردد بعد ذلك، الأمر في هذا واسع، لا يشدد الناس في هذا على أنفسهم. نعم. عفوا فضيلة الشيخ، يعني أن بعد انتهاء الأذان تماما يعيد الأذان؟ نعم، بعض العلماء يرى أنه لا يردد إلا بعد انتهاء الأذان، هذا قول لك ليس هو الأرجح. نعم، الراجح أنه يردد معه في كل جملة، وهذا دل عليه بعض نصوص السنة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أستاذنك ربيعة من ليبيا، تفضلي. أختي ربيعة من ليبيا، تفضل يا ربيعة. أختي ربيعة معنا. أبو طيف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ أحمد. حياك الله يا أبو طيف، تفضل. جزاك الله خير يا شيخ سليمان. حياك الله وبارك فيك، الله يحفظك ويرضى عليك. شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله قال ربي قال الله حمدني عبدي. في آخر شيء الحديث يقول: فإذا وافق من توافق تأمينه تأمين الملائكة،
أفر له ما تقدم من ذنبها حديث، كيف يوفق الإنسان لهذا الحديث؟ واضح السؤال شيخ أحمد؟ أن تقول يعني إذا كيف يوافق الإنسان تأمينه تأمين الملائكة؟ إيه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني إذا مثلا قال الإنسان إذا أراد أن يجمع بين الحسنيين، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. في الحديث الثاني يعني من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يجمع بينهم كلهم يا أخي يحصل على الأجر؟ طيب. السؤال الثالث يا شيخ بالنسبة ل إذا أنت مثلا كان في اليتيم أحد المؤسسات الخيرية وأغلقت هذه المؤسسة، هل الأجر يمشي لك؟ إذا كان إيش عفوا؟ كافي اليتيم أحد المؤسسات الخيرية، نعم، وقفت هذه المؤسسة، نعم، هل يمشي الأجر وتروح تكفل ولا خلاص تعقف أنا الكفالة؟ تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. ربيعة من ليبيا تفضلي. أختي ربيعة من ليبيا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا ربيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نسأل عن النذر، هل أنا ما قضيتش عن النذر؟ نسأل عن النذر. نذر أيوة، يعني لو قلنا الإنسان نذر أن يحصل له خير فحصل فيقضيه فما عليه. عفوا، لم توفي بهذا النذر؟ هو لم يحصل اصلا. طيب لعلك ابو عبد الرحمن تاخذ السؤال وتزودني به، الصوت غير واضح عندي. عمر معي تفضل. عمر معنا تفضل. أمة الله من الجزائر. أمة الله من الجزائر تفضل يا أختي. تفضل يا أختي. عمر معنا. طيب نستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد متابعة هذه الحلقة. نسعد أيها الإخوة والأخوات ببقائكم ومتابعتكم. الطبيعة استوحيناها ومن أجلك صنعناها. بوابة العطور، اجعل عالمك مختلفا. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نوافل. السلام عليكم، وأسلمت إليه وإلى هذه النتائج. ولا شك طبعا مثل هذا، أولا المرأة والرجال، المرأة والرجال والحمد لله، سواء المشروع الدعوة أو الرجال كذلك الداعمون، سواء جنود مشهورون أو جنود معلومون هي لنا. ثم أيضا هذا العمل في يعني ضخامته وأيضا جهد الإنتاجي، لا شك يحتاج إلى مزيد من الدعم من أن يواصل هذا. ولهذا أنا أوصي العميقة بمزيد من العناية ووضع ضم الأيدي لأيدي أخوتنا العاملين في مكتب الدعوة، سواء فيما يتعلق بالدعم المادي أو الدعم المعنوي أو معهم في كل ما يحتاجون. فلا شك أن يعني هذا من أعظم وأفضل ما يعني توضع به الأعمال أو توضع به الأموال توضع به الجهود. ولا شك الدعوة إلى الله عز وجل سواء من خلال الدعاء المباشرين أو من خلال الدعاء الداعمين، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمل النعم، هذا ينتظم الداعي المباشر أو الداعي أيضا الداعم. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل
الذين نواصل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو سليمان في سؤاله الثالث يقول إذا هل يجوز أن أؤجر عينا، أؤجر شقة مثلا وأشترط منفعة جزء من هذه الشقة مثل غرفة أو حوش أو فناء، مثلا يقول أؤجرك هذه الشقة مع الشرط، شرط اشتراط شيء معين من أجزائها أو منافعها. لا بأس، إذا كان هذا المستثنى معلوم ومحدد ومعروف ولا يقع به نزاع فلا بأس. احنا بعض الاستثناءات تورث نزاع في الاستطراق وفي الدخول، لكن اذا قلنا هذه غرفة لها مدخل مستقل وممكن تكون تابعة للشقة ثم استثناها فلا بأس. نعم. او يكون هناك عازل بين الشقة وبين هذه كعزل المجلس وغيره. المهم اذا كان لا يورث نزاعا ولا جهالة ولا اشكال، فتكييف العقد أنه أجره هذا الخارج عن الاستثناء. نعم. يعني في ثلاث في أربع غرف واستثنى غرفة. أنا أجر ثلاث غرف. نعم. هذا معناه. نعم. بارك الله فيكم. ربيع من ليبيا تقول نذرت على شيء ولم يتحقق هذا الشيء وانتهى الأمر، هل أستمر في هذا النذر أو أنه غير يعني غير مندوب؟ ولم يتحقق. يعني قالت النجاح سأعمل كذا أو إن دخلت الجامعة سأعمل كذا، ثم مثلا هذه السنة لم تنجح أو لم تدخل الجامعة، هل يستمر مع هذا النذر حين لو تدخل جامعة في السنة القادمة أو تنجح مرة ثانية، أو هو ينقطع في المدة المحددة له؟ أولا أن النذر عند أهل العلم مكروه، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل أو من البخيل حتى. نعم. قالوا بخيل العمل إن كان نذر على عمل، أو بخيل المال وإنما يستخرج به من البخيل، فهو مكروه ولا يحسن بالناس أن ينذروا، ولا حتى نذر الطاعة لأن فيه إلزام وفيه نقص بعض الشيء في العبودية، نذرت أن أصوم، نذرت أن أصلي، نذرت أن أفعل، كل هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وأما ما كان على سبيل حث النفس أو الغير أو منع النفس أو الغير، هذا يسمى عند العلماء نذر اللجاج والغضب، وكله يجري عندهم مجرى اليمين، يعني علي نذر أن تفعل كذا، وعلي نذر أن لا تفعل كذا، وعلي نذر أن أفعل، وعلي نذر أن لا أفعل، هذا كله يسمونه نذر اللجاج والغضب، الذي أغلبه يكون أحيانا عن غضب. نعم. يغضب على نفسه ويغضب على غيره ويريد أن يمنع نفسه، فهذا يجري مجرى اليمين عند العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كفارة النذر كفارة يمين. هذا ما يتعلق بنذر اللجاج والغضب. هنا هذا من النذر المباح عند أهل العلم، وليس من نذر الطاعة ولا من نذر اللجاج والغضب. علي النذر إن نجحت، هذا من مباحات. علي النذر إن فعلت، إن حدث كذا وإن وقع كذا، هذا ليس حثا للنفس ولا منعا لها، وإن كان يتضمن الحث أحيانا في المذاكرة والجد ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم. فهنا النذر المباح له أيضا يتحلل منه بكفارة يمين. الحمد لله. نعم، شكر الله لكم. أبو طيف يسأل حينما يقول الإنسان، يقول هل حين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المصلي الحمد لله قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، يقول متى كيف يوفق الإنسان لموافقة تأمين الملائكة وصحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح. نعم، الحديث صحيح، لا إشكال في صحته. الكلام على الموافقة، هو إذا انقطع صوت الإمام فهنا يأتي دور المأموم في التأمين، والملائكة تؤمن بعد انقطاع صوت الإمام، فيوافق إن شاء الله ولو بجزء من تأمينهم. والغالب أن بحمد الله، بل يكاد يكون هو الظاهر والمقطوع به، أن من أمن بعد الإمام مباشرة وافق تأمينه تأمين الملائكة إن شاء الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل كذلك يقول إذا أراد أن يجمع، إذا كان هناك فضل لحديث معين أو ذكر معين وأراد الإنسان أن يجمع بين الحسنين، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد، ثم يأتي مثل هذا القول أو صيغة أخرى ورتب عليها أجر معين،
هل يجمع الإنسان بين هذا أو ينتقل من هذا إلى هذا أو يخلط بينهما أو يوما يستخدم هذا والذكر ومرة يقول ذلك الذكر؟ الظهر من كلام أنه ذكر واحد. نعم. لكن ورد في حديث بأجر ورد في حديث آخر بأجر آخر. نعم. نعم يحصل على الاثنين لو تصورنا وجود مثل هذا. أنا لا أتذكر شيء من هذا الآن. لكن لو تصورنا كقاعدة فهذا مما يتداخل فيه العمل بالنية. نعم. فهو نوى فيها ما رتب في الأجر في الحديث الأول وما رتب عليه من الأجر في الحديث الثاني. فله ما نوى إن شاء الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. نعم. فالنية لها أثر بهذا. بارك الله فيكم. يسأل أبو طيف كذلك يقول أنا كافل يتيم في مؤسسة واستمر وأغلقت هذه المؤسسة، مؤسسة خيرية أغلقت، يقول هل يستمر أجري وأنا يعني قد عقدت العزم على مواصلة كفالة هذا اليتيم، وهل يجري أجري؟ نعم، الأقرب أن كفالة اليتيم ليس بالضرورة أن يكون طيلة الدهر. نعم. وإنما السنة هي دهر، السنة دهر، ولذلك من كفل سنة كفى وله أجره إن شاء الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم. أبو سعد يقول فضيلة الشيخ كثير من الناس للأسف الشديد في الآونة الأخيرة بدأوا يجعلون للناس قيمة في أعمالهم، فلا يخلصون العمل لله ويجعلون الناس من أجل مدح الناس وثنائهم وشكرهم لهم. نعم، هذا الحقيقة هو داء يهدد به الجميع ويشكو منه الجميع، المتحدث والسامع والمتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر خيرة الخلق وصفوة الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحذرهم منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلنكن نحن على حذر. وقال في بعض الحديث الثابتة أنه قال ألا أخبركم، كانوا يعني يتحدثون في المسيح الدجال، قال لا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي أو قال الرياء، قال يقوم الرجل فيصلي لما يرى من نظر رجل. فصار الوقود عند الناس مع الأسف الشديد عند بعض الناس صار الوقود هو الذكر، فإذا كان عمل لا ليس تحت الأضواء ولا يذكر ولا يعرف تجد الناس لا تكون خفافا إليه. وإذا كانت هذا الشخص الوسيط ولا هذه المؤسسة العاملة سوف تبرز هذا المتبرع وتعطيه مكانه وحيزه، هنا تجد الناس يتقاطرون على هذا الشخص ولا على هذه المؤسسة وتكون التبرعات عن طريقه أكثر. وهذا الحقيقة لا نتكلم عن شخص معين، لكن حين تكثر عند الأشخاص الذين يذكرون الأعمال ولا تظهر عند بقية الناس حتى مع استوائهم في الأمانة وفي التنفيذ وفي جميع الأشياء، هنا الحقيقة تكون النية فيها دخل مع الأسف الشديد، وهنا ينقص من أجر الإنسان بقدر ما أدخل فيها من الرياء والسمعة، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. وإن كان الباعث الأول هو الرياء أصلا وإلا ما دفع بتاتا، هنا نسأل الله، هنا فاته الأجر نسأل الله السلام والعافية وأصابه الإثم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلام والعافية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك الأخضر من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ. قد خلقكم الله برحمته بعباده الصالحين وحفظكم في الله. أخي سؤالي الله يحفظك، وطلب في نفس الوقت أن يكون الجواب يعني بالعين. الله يحفظك. الذي له راتب تقاعدي، الذي له راتب تقاعدي هل يجوز له أن يوصي بجزء يسير بعد موته كصدقة جارية؟ الله يحفظك. صدقة جارية من هذا الراتب التقاعدي؟ نعم. طيب، يخصص جزءا، عفوا يا أخي، يخصص جزءا من راتبه التقاعدي بعد وفاته. الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب، السؤال الثاني. الله يحفظك. وطلبي أن أريد الإجابة الآن. الله يحفظك. طيب. السلام عليكم. اسمعني الأخضر، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقول الأخضر من له راتب تقاعدي هل يجوز أن يتصدق منه أو أن يخرج ثلث هذا أو صدقة جارية بعد وفاته من هذا الراتب؟ ليس له ذلك، هذه تكون في الوصية، وبموجب العقد الذي بينه وبين الدولة والجهة التي أرست نظام التقاعد أنه يكون ملك التقاعد، هذا يكون ملكا للورثة، ليس له فيه شيء. نعم. فليس له أن يوصي، لا ليس له أن يوصي فيه بشيء، ما يؤول إلى الورثة بعد وفاته
من التقاعد الذي لم يصرف إلا بعد وفاته هذا كله للورثة، ليس له فيه شيء. لكن لو تصورنا هناك تقاعد أو هناك تصفيات أو هناك أشياء قبل أن يموت، استحقها قبل أن يموت ثم بقيت في حسابه حين مات، هذا إرث. له أن يوصي فيه بما شاء، هذا يكون على ورثة إرث، فيخرجون الوصية أولا التي أوصى بها ثم يقتسمون ما بقي. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير وجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتكم. يا شيخ آمين. الله يجزاك خير. سؤالي يا شيخ، كنا جماعة نصلي المغرب، وبعد ما خلصنا الصلاة دخل واحد طبعا لوحده بيصلي المغرب، فواحد من الجماعة قال بصلي معك عشان ما خليك لوحدك. فصلى معه، وجاء واحد ثاني وقدموا الإمام، فبعدين جاء واحد ثالث برضو، فصاروا ثلاثة وراء الإمام من ضمنهم خوينا هذا. فصلى على أساس أنه يصلي السنة. السنة اللي سنة المغرب. فبعد ما خلص الإمام وجلس في التشهد الأول، قام الإمام والاثنين كملوا معه وهو سلم. على أنه تسنن معه. فهل عمله هذا صحيح؟ وهو في نيته ابتداء أن أنشأ هذه الصلاة سنة راتبة. صحيح. طيب، سؤال آخر. سؤال آخر عبد الرحمن. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا. السلام عليكم. بارك الله فيك. أم أيمن معي، تفضلي. أم أيمن معنا، تفضلي. كان تفضلي يا أختي. كان السؤال، بارك الله فيك. أيوة. الله يعطيك العافية. أنا عمري 63 سنة، زين؟ وعندي منزل يبعد عن الرياض 100 كيلو، وعندي سائق وزوجته، هل يصح أذهب معهم بدون محرم؟ هذا طبعاً ربما ما هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل أنا هذا أنت يا ميمن، بارك الله فيك. يا ميمن اسمعين، الله يطول عمرك. اسمعين السؤال الأول، أنت في 63 من عمرك، نسأل الله عز وجل يطيل عمرك على الطاعة. وياك وجميع المسلمين يا رب. عندك سائق وزوجته، تريدين أن سائق وزوجته تسافرين معهم؟ يبعد عن، عندي سكن يبعد عن الرياض 100 كيلو، هل يحق لي أذهب أنا ويا السائق فقط إليه؟ والشق الثاني منه، هل إذا كان ما يصح، وهذا ظاهر محتمل كبير بالنسبة لها، هل يصح مثلا لو أذهب لحريمنا مثلا وأبيت فيها يوم وأكمل مسيري إلى ديرتي مثلا، هل يصح؟ هذا السؤال الأول. والله صوت تمام يا أبو أحمد. يا أختي السؤال الأول يا ماي، بارك الله فيك، طول الله عمرك. السؤال الثاني، إذا كان ما يصح يعني أنك تسافرين مع زوجك، مع السائق وزوجته لحريمنا مثلا؟ لا حريمنا أعتقد جايز، بس بعد حريمنا 100 كيلو يعني 100 كيلو نقول 100 كيلو. السؤال الثاني، إذا كان ما يصح، وش السؤال الثاني؟ لا هو الشق الثاني من، هل يصح لي مثلاً إني أصل الحريم مثلاً تبعد هي أقل، أعتقد محرم ما في ضرر. هل يصح إني أبيت فيها ليلة مثل وأكمل مسيري لديرتي باقي 30 كيلو؟ يعني تقطعين هالسفر بمبيت في حريم ثم تواصلين مع هذا السائق وزوجته؟ هذا السؤال الأول. طيب خلاص. السؤال الثاني، أنا عندي بيت سكن بملكي في الديرتي هذه، فهل يصح لي قصر الصلاة أو جمعها؟ البعض يقول لا، ما دمت لست بيت ملك فأنت ما تجمعين ولا تقصرين. طيب وش حاجتها في 100 كيلو؟ وش تجين أنت لهالبيت هذا؟ لا، 100 كيلو هي تأتين لهالبيت بال 100 كيلو أو لا؟ اي نعم، للديرة، تروحين للديرة أنت؟ اي نعم. كل يعني على حسب الفرقة في الإجازات، في خمس الجمعة ما هو يعني سبع. طيب. شهرين ثلاث. واضح 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 تمام. وهم أهم شيء، وهم ما عندي أيضا القصر هذا، يعني هل لمن يملك بيت ملك باسمه ما يصلح له قصر ولا جمع؟ طيب هذا السؤال. والثاني هذا الله يسهل امره. شكرا يا بارك الله فيك. عبد الكريم معي، تفضل. عبد الكريم معنا، تفضل. هلا، تفضل يا عبد الكريم. يا اخي نبغى نسجل، نبغى نسجل على برنامجكم ده. تفضل بالسؤال، بارك الله فيك. ها؟ تفضل بالسؤال. ليش؟ عندك سؤال يا عبد الكريم، بارك الله فيك؟ ايه ايه. السؤال اقول ليش ما تردون علينا اذا دقينا عليكم؟ طيب انت معنا الحين وعلى الهواء ما شاء الله، وحياك الله يا عبد الكريم، بس سؤالك اذا جاهز اعطني اياه. لا والله مو جاهز. يلا سلمك الله، شكرا. صالح معي، تفضل.
صالح معنا تفضل. معنا صالح؟ صالح معنا؟ طيب أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أو عبر الموقع، يقول حكم المصاحف الملونة التي انتشرت الآن تزخرف وتزين على حسب مثلا أحيانا موافقة الديكور، أحيانا بلون معين، وأيا كانت المناسبة. لا أدري أين سيصل الناس الحقيقة في هل الموضات والأشكال وال وهل التناسبات وغيرها. يعني وصلنا إلى حتى إلى المصحف، يعني لا يكفي إذا أرادت المرأة مثلا أو الرجل أن يرتب المكان حتى يجعل المصحف أيضا بنفس النسق الموجود داخل هذا البيت. القرآن لم ينزل لهذا، القرآن أنزله الله عز وجل ذكرى وعبرة وموعظة للقلوب وشفاء لما في الصدور، فلا نحوله إلى تحف وإلى أشياء فنية. يعني زخرفته بذاته وكان تعظيما لذاته ونفسه، لكن لا بأس بهذا ما لم يكن فيه إسراف وتبذير. أما أن يصل هذا الأمر إلى أن يجعل ضمن أثاث البيت ويدخل أيضا في 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 جو البيت كما يقولون، هذا الحقيقة مسرب غير حسن. لا أستطيع أن أقول بأنه محرم، لكن أرى لهم أن يتركوه الله أعلم. بارك الله فيكم. صاحب محل إكسسوارات لبيع الجوالات وأدواتها يقول أبيع سماعات ولا أعلم يعني استخداماتها أو من يشتري هذه السماعات كيف سيستخدمها أو في ماذا يستخدمها، هل علي بأس في ذلك؟ يعني الراجح وهو قول جماهير أهل العلم وقول الكافة من أهل العلم، لم يخالف في هذا إلا مالك رحمة الله تعالى عليه، بأن مثل هذه الآلات التي تستخدم على وجهين، على وجه المباح والوجه المحرم، أنه لا يدخلها المحرم من في أبواب سد الذرائع، وإنما يدخلها المكروه فقط، والمكروه يزول عند الحاجة أيضا، وكذلك أيضا إذا جهل حال صاحبها. فلا بأس الإنسان مثلا يبيع التلفاز مثلا ويبيع السماعات ويبيع الجوال ويبيع كل هذا. صحيح أنها يعني يمكن أكثر من 50% تستخدم في غير الحلال. الأجهزة الذكية لم تعد جهاز الاتصال، صحيح، ولم تعد أيضا هي جهاز للموسوعات العلمية والموسوعات النافعة، هي في الغالب مع الأسف الشديد خليط. نعم، لا لا، الغالب هو في غير الخير مع الأسف الشديد، مع الأسف يعني. فمن ناحية الحكم الشرعي الفقهي المحدد هنا أنه لا يدخلها باب الذرائع في هذه الحال، والجمهور يشترطون لصحة التحريم بالذريعة أن يغلب على الظن في المبيع المعين أنه إذا بيع على الشخص المعين أنه يؤدي إلى الحرام. أما أن تكون الحالة الغالبة هي استخدام الحرام فإنه لا يؤدي إلى التحريم في باب الذرائع، وإنما له حكم الكراهة عند أهل العلم، وتكون هناك أحكام في الإيجاب على في الأحكام السلطانية على الحاكم في منع ما يؤدي غالبا إلى الفساد إذا كانت المصالح المترافقة معه أقل. نعم. أما إذا كانت المصالح مثل الأجهزة الذكية، المصالح أعظم الآن من بعض المفاسد الموجودة، بل يفوت أشياء كبيرة لو منعت، فليس للحاكم أن يمنعها في مثل هذه الحال. نعم. فأما ما يتعلق بالبيع المطلق فلا أرى في ذلك بأس عليه ولا حرج. بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول كنا جماعة نصلي الصلاة ثم أتى منفرد وصلى، ورغب أحدنا في أن يتصدق عليه فقام ليصلي معه سنة الراتبة، ثم حضر آخرون وتموا بهذا الشخص. يقول صاحبنا حينما قام الإمام لأداء الثالثة جلس وسلم، هل عمله صحيح؟ المغرب هذا؟ المغرب نعم، هم صلوا المغرب ثم حين قضوا الصلاة أتى شخص آخر ورغب أن يصلي المغرب، صلوا معه المغرب، صلى أحدهم تصدق عليه، تصدق عليه صار إماما، صار مأموما، مأموما نعم، فسلم من الثانية، سلم المأموم، إيه سلم المأموم. هذا خطأ. يعني بعض أهل العلم يرى بأنه لا يكون هناك المغرب وتر الليل، نعم، وتر النهار عفوا، فلا يصلي وترا آخر فتشفع، لكن نعم، هذا ضعيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه الأحكام فيما يتعلق بالصدقة على الآخرين. أولا في صلاة العصر قام يتصدق على هذا وكان في وقت نهي، نعم، ومع ذلك هي نافلة فأبيحت لهذا السبب. وكذلك أيضا هي لا تشفع وتر النهار على الصحيح، نعم، فلذلك لو صلى معه المغرب كما هي المغرب يؤجر عليها على أنها المغرب نافلة.
نعم حتى اختفى صورة النافلة لكنه أخطأ حين سلم من الثانية أخطأ وهو الآن ما صلى معه استعاض نعم لأن صلاة خلفه باطلة الآن نعم. صلاة خلفه مع التعمد المخالف وقد دخل معه المخالفة للإمام الصلاة لا أرى أنها صحيحة فما استفاد هذا الشيء استعاض عن أنه حضر آخرون يعني وصلوا مع هذا الشخص وبالتالي حصل خلاص إذن هو ترك النافلة قول كثير من العلماء أنه إذا شرع في النافلة فإنه يكملها إلا لحاجة نعم فهذه نافلة مخصوصة وهي المغرب التي يتصدق بها على شخص آخر تكون بصورة المغرب وبصورة المغرب نعم. أو بصورة العصر فلا أرى له أن ينصرف عن الإمام يصلي معه ويكمل الركعة الثالثة نعم. فيما يتقدم ما مضى ليس عليه شيء بارك الله فيكم أيمن تقول أنا في 63 من عمري عندي سائق مع زوجتي أذهب معهم إلى ديرتي وبلدتي مسافة 100 كيلو هل يجوز لي هذا الأمر؟ يعني طبعا هذا من ناحية العرف 100 كيل هي من السفر يعني نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم نعم. وسألته عن الحاجة تقول ليس لها حاجة هي مجرد نزهة وانتجاع تنتجع في هذا المكان وليس لي حاجة فلا أرى لها ذلك إلا أن يكون بمحرم والله أعلم هل إذا احتاجت الذهاب إلى هناك لسبب فلا بأس مع الرفقة الآمنة أو مع أمن الطريق حتى لو كان الرفقة مثلا مثل السائق وغيره المهم يؤمن يكون الطريق مأمونا نعم. والسائق مأمونا أيضا تقول إذا كان هذا السفر ولا يجوز هل يجوز لي أن أكسر السفر في أنابيت مثلا في منتصف الطريق بعد 50 كيلو في سكن لي أو كذا ثم أواصل ذلك أولا لو تصورنا أن المكان المتوسط هذا نعم بأنه مما تتم فيه الصلاة لا يكون سفرا بمعنى انقطع السفر الأول نعم. فإذا كان النية هي قطع المسافة الطويلة أن تقطع بحيث تجزأ فهذا نعم. لا يجوز إنما الأعمال بالنيات نعم. وإنما لكل امرئ ما لا بد أن يكون مقصدها لهذا المكان الأوسط الذي يعني ينقطع فيه السفر لا بد أن يكون مقصودا نعم. وهذه معروفة في مقاصد الشريعة ومعلومة عند أهل العلم أما إذا كان مجرد عبور فلا لكن إذا كان مكان لها في حريملة مثلا مكانها في حريملة هو مكان منتجع أيضا وليس يعني تنتجع فيه وليس مكان للسكن ولا تعتبر مقيمة فيه على وجه الاعتياد فهذا لا ترتبط بها أحكام للإقامة هي تعتبر مسافر حتى لو ذهبت إلى حريملة نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله المجد عضو الشورى سابقا وكذلك قاضي الاستئناف أسأل المولى الكريم أن يجزيك عنا خير الجزاء حياكم الله بارك شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون